ما تشفني شفني شفيت الليالي حوراء زينب تقلب الفضل عباس ما تشفني ويا ريت تشفنك قبلك شفني بالعباس لو غيرك شفني تران الكربلة ما عد جي ويقلها وزنداي وزنداي حتى بالعرش يسمع وزنداي سجيل العتب كل كلمة وزنداي فدية النحر وعيوني وزنداي وكل هذا وحس تقصير بي يتقل له حاشاك يخسى من جل غدرهم كون حاشاك وشف الموت لا ما قدر حاشاك من التقصير يا ابو الفضل حاشاك وانت اللي اسست معنى الخوي ويقلها والاعلام مثلك ما يصح يشجع والاعلام وبيارغ شرف رفت لك والاعلام وزارة الثقافة انت والاعلام وزارة التربية انت وخارجي يا تقله والاركان والاركان انتخيت وما جت الدنيا والاركان ومنك ترسوي البيده والاركان وزارة للدفاع انت والاركان وكفى حراب انت وداخلي يا تقله شديت الك بس لك راس الخو شديت وشفتك يوم على العدوان شديت اللي هي راية العباس شديت شلون تعوف نعدال ومي ويقلها يبرى ظلعمنا الزكية اليوم يبرى المثل من خواته شلون يبرى مش الناموس ويا الظعن يبرى ومش ناطور ويات حمي تقول له والطروح جبل بس الخوات والطروح جبل بس الخوات والطروح فداه انت مرقبته والطروح بحس بالخوة عندي والطروح هناك تناقشت بالغادري يلدقيت بصدرك قوم يلدقيت صدرك قوم اجتني القوم وشفني رانهم كالطار في ذيالي حرت جندو بطفو كل كتر بينار عفت روحي بلهبها ورحت الاطفال ما خفت على روحي تلوج بيها النار خفت ينفضح ستر بهدة اشكال شان النار صارت برد لابراهيم نيران استحت من فرة عيالي يتباهى البكر لو عد بشر معزوم وانا جدي انا جدي دعا واستقبل العالي طب جد العرش من غير دقة باب وفرشونا النفيس ونشروا الغالي وبوي ابوي اول يهد لو صار وقت الزوم وقت فضل غنائم لو حضر تالي وام تربحت فوق على عرش الحوض اللي ما ترضى مع اللعن للتالي واخوي اخوي اسمه المرول ابو الفضل سموه الوالد تلوق له وما غيره الوالي ترضى مروتك انا لا الاقي القوم ولا لطولي تحسر شوفة خيالي ترضى مروتك انا الالاقي القوم وانا لطولي تحسر شوفة خيالي لو رادي تمعن على طول العيد تهد غيوم عفتي غطن هلالي انا غابت حياة ومحملة داير حول ومتروسة شرف وامتلت الاسلالي جبل عفة ووقار وقمتها مجزود بنقطة مستحايف ورشلالي تتشلب علي ان ما يبات صفوف ويرد النكس لان خشم عالي انا رباط ابوي وللقيم ديوان ما برطم وجاذب بشية تلال
أدريها الكفالة النبخة والشؤون. أنا أدري الكفالة النبخة والشهود، وأنا بكلمتك شبيت ترحال، أدري بكلمتك تعرق خجل ودموع، وبس كلمتك شد راس دلالي. جاهيت الكفالة الذبن بين أجناب، ما هذا مرام فيك يا الغالي، أنت اللي قلت بياناتنا العباس تروحين وتجين مدلل بجالي. هاي أنا إجيت وقوم رد وياي لا تعوف الثياب الشرسة تبراني.